مشاهير نزلوا انهم بيدعموا الكيان الصهيوني في خلال 24 ساعه اللي فاتوا. خيب عليه، جاستن بيبر بيحاول يدعم الكيان الصهيوني ومنزل صوره فلسطين ورا. وعلى فكره هو مش منزل الصوره قاصد، لا هو ما عندوش خلفيه عن حاجه واللي بيحصل فعلا. واكبر دليل انه شال الصوره بعد ما قالوا له طبعا وحط الصوره دي. احلى انفولو يا جاستن. جيمي لي نزلت الصوره دي على انها قد ايه متاثره ان دي اطفال اسرائيليه بينزل عليهم ارهاب من السماء من فلسطين، لكن طبعا اول ما عرفت ان الصوره دي في غزه ودي اطفال في غزه بيحصل فيها كده شالت الصوره عشان ده يحصل فيهم عادي. دي مش عايزه انفولو، دي عايزه يتولع في الاكونت. نيلر لوتنر نزل على الستوريز انه قبل ما ينزل حلقه برنامجه الجديده حابب يقول ان قلوبهم على اصحابهم في اسرائيل اللي ماتوا واتضربوا وفي منهم مفقودين. لا وكاتب تحت احنا مش فاهمين بالظبط اللي بيحصل بس ما نقبلش العنف اللي حصل ضد مدنيين. عارفين الكارثه في ايه؟ ده عنده اكتر من 10 مليون بني ادم متابعه، انتوا متخيلين غسيل الدماغ؟ بالمناسبه دي هي المشاهير اللي عندنا فين؟ المغنيين والممثلين اللي عندهم 10 و20 و30 مليون يا سيدي.